بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صل اللهم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قال ربنا تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ربنا تبارك وتعالى زكى في هذه الآيات سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر ربنا تبارك وتعالى بعد أن أقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وأن الذي ينطق به صلى الله عليه وسلم هو وحي يوحى من عند ربه تبارك وتعالى. وهذه الأيام تعيش الأمة حالة من التناقض، ويظهر ذلك جليا في بعض المواسم، ومنها أو من هذه الأيام الفضيلة الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى حبى نبيه صلى الله عليه وسلم بفضائل وخصائص، هذه الفضائل والخصائص لم يشركه فيها غيره صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى قال له صلى الله عليه وسلم: وكان فضل الله عليك عظيما. ويأتي هذا الشهر خاصة لنبتلى جميعا، نبتلى جميعا في صورة المحبة التي تظهر، وزاد هذا الابتلاء يعني وضوحا جرأة الكفار والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشر الكتب وطبع الأفلام، والتعامل على ما تسمى بشبكة الإنترنت باستخدامها للاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمة ما بين ضعفها، وهذا كما أخبر العلماء يعني مطرقة،
وسندان. إن لم تكن الأمة قوية، إن لم تكن الأمة واعية، إن لم تكن الأمة متمسكة ضعفت القوة. وطمع فينا الصغير والكبير، ودمنا في فلك، هذا الفلك يعني كأننا نخادع أنفسنا، أننا ندعي كثيرا ونتكلم كثيرا. وأيضا هناك لمس كثير من الكفار لما رأوه فينا من ضعف. فالأمة لابد أن تعرف أن الله حبى نبيها، وأن الله أكرم نبيها، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه على العالمين. وتعلم أيضا أنها إن تمسكت بما يقول، وأنها إن وقفت على الأرض التي وصفها صلى الله عليه وسلم، فقد وقفت على أرض ثابتة لا يضرها كيد الكائدين، ولا تستوحش بقلة السالكين. هذا هو الشأن، أن الإنسان اتخلى عما يقوله رسول الله، اعتراه الضعف، بل يعتري الأمة الضعف إن سلكت سبيلا غير سبيل الحق. ولو كان هذا السبيل فيه كثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وتأتي المواسم الفضيلة، وتأتي الأيام النبيلة، ويأتي شهر ربيع، يأتي هذا الشهر في كل عام لنتكلم ونمشط البعض، وتظهر بعض معاني المحبة التي تحتاج إلى تصحيح وتحتاج إلى تقويم، ليظهر الحال ويظهر الميزان ويظهر التقصير الشديد في حق الله تبارك وتعالى وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويظهر أيضا ازدياد الجرأة التي بدأت منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلسل متطاول ومسلسل طويل ومتكرر للاستهزاء والسخرية بأشرف خلق الله تبارك وتعالى، حتى ينال من ينال من المؤمنين الصادقين شرف الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى ندخل إلى ميدان المحبة الصادقة أهل الصدق الذين ناداهم الله فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلن يضر إلا نفسه. هذه الكلمات المباركات هي عبارة عن توصيف لحالنا، وإن لم يكن بالدقة المتناهية، ولكن ليس هناك جوهر، فمسلسل الاستهزاء لم ينتهي، وأيضا حلقات الدعوة في المحبة لا تزال تتوالى، ومعظمنا لم يدخل على أرض المحبة الصادقة بصدق، ولم يدخل بعد. فمن هنا نشرع بإذن الله تبارك وتعالى بعد أن استخرنا الله، رجينا من الله أن ننال شرف الدخول في هذا الميدان، الميدان المبارك، وهو الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجينا من هذه السلسلة المباركة تحويل النفوس والقلوب والبيوت والأجواء والأهواء والبقاع والأنفاس إلى ميدان المحبة الصادقة. لابد أن نسمع هذه الكلمة وأن تراها علينا الدنيا، أن حبك يا رسول الله إيمان، وأن الكثرة الكثيرة تعاملت مع حب رسول الله تعاملا امتلأ بالمرض وامتلأ بالضعف، حتى ضحك منا الناس وحتى سخر منا الناس وظهر علينا الضعف.
وظهر علينا الهوان. ومن أين جاء هذا الضعف؟ ومن أين جاء الهوان؟ هل ليس هناك توصيف صحيح لهذه المحبة؟ هل أتت المحبة في كتاب مربوط؟ أعوذ بالله، إن الذي أخبرنا بالمحبة هو كتاب الله، الكتاب الذي لا يغسله الماء ولا تحرقه النار، لا يعوج فيقوم، يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هل أتت هذه المحبة من إنسان مغمور أتى بفكرة؟ أعوذ بالله. هل أتت هذه المحبة لاجتماع كثير من النفوس أن أحب هذا الرجل؟ أعوذ بالله. هل أتت هذه المحبة لمكانة أو نصرة؟ أعوذ بالله. بل حذر الله إن تخلى المسلمون عن هذا الميدان أن الله كافي نبيه، وأن الله ناصر نبيه إلا تنصروه فقد نصره الله. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. إن الله كافيك. وإن اجتمعت الدنيا وإن جيشت الجيوش وإن جهزت الأموال وإن استمر المكر بالليل والنهار وإن تخلى العقلاء والنبلاء والناس عن نصرتك، فكفاك أن الله تكفل بنصرتك. إلا تنصروه فقد نصره الله. إنا كفيناك المستهزئين. ولم تأتي إلا بلفظ الألف واللام حتى تشمل كل لئيم مجرم استهزأ أن الله عز وجل تكفل بنصرة نبيه، وأن الله تكفل بنصرة دينه، وأن الله لن يسلم نبيه. لذلك المسلم يعجل ويتعجل أن يقول عجلت إليك ربي لترضى، ويقول أن حب رسول الله إيمان. وللأسف أن كثير من الناس لم يتعاملوا مع حب رسول الله على أنه إيمان، تعاملوا مع حب رسول الله أنه شيء حدث في القلب أو مش مع مجموعة من الناس، ثم أتى إذا أتى الاختبار أو الابتلاء تم الانسلاخ. والله حذر من هذا الانسلاخ، لأن الذي جاء وحي يوحى، لأن الذي جاء دين ينال به لله رب العالمين، ليس محل للاختبار، ليس محل للاختبار ولا بضاعة توضع في الميزان. إنه حب لأشرف خلق الله، إنه إيمان، إنه دين. ولو علم أهل البهتان أن حبنا لرسول الله إيمان ودين لانزجروا. ولكن كيف؟ كيف إن رأيت أن السيد غفل؟ كيف إن رأيت أن الذي وكلت إليه المهمة تولى وصارت بضاعته اللهو واللعب؟ وعندما ظهرت له بعض البضاعات من بضاعات الدنيا جرى وراءها وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ترى ذلك حبا صادقا؟ هل ترى الجلوس في الساعات الطوال وبذل الاموال والمعج من اجل الكرة هذا حب ضعيف، وترك السنة واجل حب قوي؟ هذه مغالطات. لذلك نرجو من هذه السلسلة أن تصحح المغالطات. ولمنا وكثر النوم وغفلنا وجثمت الغفلة على قلوبنا عندما أرضينا أنفسنا ببعض المعاني، ثم يأتي الإنسان فيبتلى. يبتلى الخاطب بمخطوبته، خاطب لم يعقد بعد، قد ينسلخ من الدين من أجل مخطوبته، ثم يأتي صاحب الهوى فينسلخ من الدين ويركب الهوى
ثم يأتي صاحب الشهوة فينسلخ من الدين ويركب الشهوة وتظهر معاني الحب. وإلى أين وجه القلب؟ وإلى أين ذهب القلب؟ لذلك لابد أن نسعى في رد هذا الملك وحاشيته إلى ميدان المحبة الصادقة قبل أن يمرخ. ولابد أن يقول القلب: حبك يا رسول الله إيمان، حبك يا رسول الله إيمان. إن لم يوجد انهدم البنيان وضاع الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. صل اللهم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحرير القلوب والنفوس من رق الدنيا والشهوات والأهواء إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذه العبودية هي الحرية الشريفة، وهذه العبودية هي العز الكامل. ولكن عندما أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاقت نفوس الكافرين وضاقت صدورهم حتى أرادوا أن يدخلوا القبور ولا يعترفوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم الصحابة ذلك، والله سبحانه وتعالى أيدهم وسددهم فعلموا الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من إنعام الله، وهذا ما ندعو الله به، أن الله يسدد خطواتنا، وأن الله يهدي قلوبنا، وأن الله يمن علينا أن نحفظ الإسلام في نفوسنا ولا نبتعد عنه. فعطوا على ذلك واستهزأ الكفار برسول الله صلى الله عليه وسلم. يتيم يكون سيد العالمين؟ يتيم يأتي فتقف وراءه البشرية؟ يتيم يكون بعد ذلك بعد سن الـ40 كلامه وحي يتلى وكلامه يتعبد به لله رب العالمين؟ وصارت موجات الاستهزاء، وعانى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وضع سنة الجزور على كتفه، وألقي عليه التراب، وشج رأسه، وكسرت ثنيته صلى الله عليه وسلم، أسنانه أصابها الكسر في الكسر في بعض أسنان الشريفة صلى الله عليه وسلم، وتتوالى موجات الاستهزاء. ولكن هذا الاستهزاء أخرج رجالا وكشف عن معادن، هذه المعادن أوقفت الدنيا وغيرت وجه التاريخ، وقالت للناس أجمعين إن الذنب على رسول الله من أعظم الشرف، وإن أي لسان أو أي عين تكلمت أو عين لمزت رسول الله فهي في خطر وعلى خطر. فاحترمت الدنيا بأكملها ما جاء به رسول الله، وعلمت أنه رب رجالا، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم وراءه رجالا. وظهر ذلك في صلح الحديبية عندما جاء عروة بن مسعود الثقفي ليضع يده على لحية رسول الله، فضربه ابن أخيه المغيرة بن شعبة وقال: أرجع يدك إليك حتى إن كنت تريد أن تعود هذه اليد إليك أو قبل أن لا تعود إليك. فقال أبي بكر بعد أن سأل من هذا الذي يتكلم بهذه الكلمة أمام محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه المغيرة ابن شعبة ابن أخيك. قال أبي بكر:
ألم أفعل كذا وكذا من أجلك، ولكن إذا جاء الأذى لينال رسول الله كانت النفوس والأبدان رخيصة فداء لك يا رسول الله. فإن حبك ليس كحب زعيم ولا ملك ولا رئيس ولا مدير ولا امرأة ولا كذا ولا شهوة، إنه إيمان. فقال عروة: يا محمد، ما أرى حولك إلا أوباشا، إلا أوشابا كما في رواية يوشك إن اشتد الأمر أن يذهبوا ويتركوك، أن يذهبوا ويتركوك. إذا اشتد الأمر ستفكر هذه النفوس في دنياها وسيهربون. فرد أول من آمن من الرجال الأمير على العمى بعد موت رسول الله الصديق، فقال: اذهب فافعل كذا. كلمة شديدة لم يخرجها أبو بكر قبل هذه اللحظة. أنحن نفر عنه ومنعه؟ كيف يكون؟ هل تظن منا أن يأتي وقت تسعنا الدنيا أو تحملنا الأرض أو تظلنا السماء ويخلص رسول الله؟ أنت تعالج؟ أنت ما تفهم معنى المحبة؟ أنت لا تعرف إلى أي مدى وصلت جذور المحبة في قلوبنا لرسول الله؟ تأمل. أوقف الدنيا الصديق وغير مجرى التاريخ بهذه الكلمة، لأن عروة كان عارف إن الشهوات هتاخد النفوس، ونزاعة الجد والحقيقة اللي هتفكر في كذا يقول أنا مالي وكذا. أما في هذا الجيل فلا، أما في الأجيال الأخيرة فقد يكون وقد كان وقد كان. وهذا ما نريده من الاستثناء. لابد أن نقف أمام أنفسنا، نرجو أن يكون المقصود منها صلاح ولو أخ في المسجد ولو واحد من المصلين يتحول من محبة كاذبة امتلأت بخيوط العنكبوت ليس فيها قوام ولا قوة ولا تحامل ولا ثبات إلى مكان القوة وإلى محبة تغير وجه التاريخ كمحبة غلام أخدود للإيمان. وقف أمام الدنيا وقال بلسان الشموخ: أيها الملك، لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. الله أكبر. الملك معه ومعه ومعه، ولكن إيمان يتبدد أمام الكفران والزور والبهتان والكذب، يتبدد أمام الإيمان وإن كان في صدر الصبي وإن كان في صدر امرأة وإن كان في صدر طفلة، فإن هذا الإيمان سر في الصدور يبدد أهل الشرور ويجعل سعيهم هباء منثورا. والله أخبر بذلك، فقال أبو بكر: اذهب فافعل كذا. فامسس بدر اللات، أنحن نفر عنه وندع؟ كيف؟ هل هذا يتخيل؟ فنقول إن ذبع رسول الله شرف، ومن تولى عنه استبدل الله به غيره. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، فإن الذي يدب هو الذي ينال الشرف، هو الذي ينال الشرف. ففي هذه الأيام كثرت معاني الاستهزاء بعد أن أدخلوا إلينا خمر الكره وخمر المذلات وخمر كذا وكذا، ونوعوا أنواع الخمور لتسكر الأمة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، ولكن الله تبارك وتعالى لهم بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. والله سبحانه وتعالى بطشه شديد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. فالله سبحانه وتعالى ذو البطش الشديد، ولكن هو حليم، حليم، لأن الله لا يفعل بعذابنا شيئا.
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فنسأل الله أن ندخل إلى هذا المعنى الطيب، معنى التبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول قبل بدء السلسلة، كل إنسان مشى على هدي رسول الله فهو يتبع رسول الله، وكل شخص تملق وكل شخص تهرب وتذكر هذا الصراط وترك السنة فهو يساعد الكفة الأخرى وإن لم نقصد. ولذلك لا نتهم أحد في قصده، ولذلك نقول أن معنى هذا الكلام التهام، ولكن معنى هذا الكلام أن نرجع وأن نرد حتى ترى الدنيا منا حبا صادقا ليس كلام. إن مشيت في الأسواق وجدت صلى على النبي، وجدت في محل آخر محمد رسول الله، وجدت في محل آخر طه حبيبي، وجدت في محل رابع المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن تحت هذه البلاويس وتحت هذه اللافتات وتحت هذه الكلمات هيا بنا نرى الأثر. هل هناك علاقة بين هذه أو هذا البرواز وما تحته من مترين في التعامل في المال وتعامل في صلة الأرحام وتعامل في الزواج أو الطلاق أو السلوكيات أو كذا أو كذا؟ هل هناك تعامل بين هذه اللافتة والكلمة المنيرة المباركة وبين الشخص المكلف؟ نأسف أن نقول أن الصورة تغيرت عند الكثير، وأنه ذهبت علينا ريح مقصورة تلاعبت بنا كريح الغلاء وكريح العري وكريح المدلات. هذه رياح، هذه أشياء أهواء ولافتات أتت. هل وجدت نفوس ثابتة؟ هل قال الرجل والله وإن شك الناس كلهم في الحق ما شككت فيه إنه سبيل رسول الله؟ هل قلنا في جميع الأحوال والأقوال إنه سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا نبدل، والله لا نغير، والله لا يسعنا إلا ما وسع رسول الله، والله لا نثبتن على ما قاله رسول الله حتى نلقى الله. هل قلنا ذلك؟ أم عندما أطلت علينا الفتن برأسها فتن الكثير منا؟ نساء كثير تبرجت وتبرج كأنها أرسلت معها ملائكة، تأمل، لتثبت هذا المعنى وهي مستميتة على معنى العري. صاحب الربا يقاتل في الكلام عن الربا وكأن معه ملك يسدده أن الربا حلال وحدث ولا حرج. صاحب الأغاني وصاحب البلايا، صاحب اللسان البذيء، صاحب التجارة الرديئة، صاحب الغش والخداع، صاحب النفاق، وصاحب الكلام المطاط، الكلام المزوق، فرأى العالم كل هذه الألوان فقالوا أي لون منهم الإسلام؟ أي لون منهم الإسلام؟ ألوان طيف. ولكن حفاظا على رسول الله، الله يثبت طائفة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وهم قلة لأنه اختبار. وهذه القلة وإن كانت واحد لا تتزحزح. ومثلنا في ذلك هو مثل رسول الله في أبيه الخليل خليل الرحمن عندما أوقدت له النيران، ولما أوقدت له النيران وقيد، أنت متخيل المنظر؟ خليل الرحمن يقيد ويلقى بالمنجنيق في النار، والدنيا كلها بأكملها جاءت بالحطب لتوقد النار على الخليل.
والخليل أقوى من الجميع عندما يقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ومشى على ذلك الصالحون عمار وأبيه ياسر وأمه سمية. أي ثبات كان عند سمية حتى تضرب بالحربة في مكان عفتها ومع ذلك لا تتنازل عن شيء من دينها. ماذا سيقول المتنازل عن دينه كله أمام سمية؟ حتقول إيه لسمية؟ حتقول إيه لما قال الملك الكافر أمام عبد الله بن حذافة السهمي فدام لحمه وعظمه في طاسة الزيت؟ ولذلك هذا شرف، شرف الدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لأن الدين سيهزم إلا النصور، لا، ولكن هو شرف لنا، شرف يميز الإنسان هل هو صاحب حب صادق وكيف يتعامل مع حب رسول الله بينه وبين الله وأمام الناس. هل أمام الناس نشطنا وبين أنفسنا وأهلنا في البيوت ضاعت السنن وضاعت السنة، وبدأ الخذلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض أفراد أمته من بيوتنا؟ هل نحن نصرنا رسول الله من قعر البيوت قبل أن يرانا أحد؟ وإذا قالت الزوجة لزوجها عجبت منك، قال هذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك شهدت البيوت عجبا، ورأت النساء عجبا، ورأت الدنيا عجبا ممن صدق في حب رسول الله. وما نرى أكثر اليوم من بعض أفراد أمتنا هو خذلان، فارتاب فينا هؤلاء فنشروا الرسوم وطبعوا الأفلام وراسلوا بعض المسلمين لإخراجهم عن دينهم وطبعوا فينا. فلو أنهم رأوا رجالا كأبي بكر كعمر كعثمان كعلي كأبي عبيدة ثبتوا على أمر الله لخنسوا ودخلوا إلى جحورهم وما سمعت لهم حسا، ولكن هذا هو الحال. إذا تخلى الناس عن دين الله هان أمرهم على الله وطمع فيهم من هو دونهم في المنزلة. فبإذن الله تبارك وتعالى نشرع في سلسلة حبك إيمان يا رسول الله، وحبك إيمان لنعمل بمقتضى هذه الكلمة ونعلم من حلقات السلسلة هل هذا الحب خص به الكبير وعفي منه الصغير؟ هل هذا الحب اختص به الرئيس ورفع عن المرؤوس؟ هل هذا الحب صار للغني وعفي عن الفقير من هذه المحبة؟ هل هذه المحبة للرجال؟ هل هذه المحبة الشريفة للنساء؟ هل هي للصغار؟ هل هي للكبار؟ هل هي نافلة؟ هل هي واجبة؟ هل هي في الكلمات؟ هل هي في التعاملات؟ هل هي في السلوكيات؟ ما شأن هذه المحبة؟ وكيف حجمها البعض ووضعها في جانب من الجوانب، مع أن هذه المحبة نقول عنها في أول السلسلة نحن نحب رسول الله في جميع الأعمار من المهد إلى اللحد على اختلاف الأحوال، على اختلاف الأحوال، كاتب وغير كاتب، متعلم وغير متعلم، كبير وصغير، غني وفقير، ذكر وأنثى، مريض وصحيح، نحن على اختلاف الأحوال وعلى اختلاف الأوضاع والأعمار نحبه ولن نسلمه. فأين تذهبون أيها الكافرون؟
اللهم اكرمنا ولا تهمنا، واعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، واثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار. اللهم احسن خلاصنا واحسن عاقبتنا. اللهم احسن خلاصنا واحسن عاقبتنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم عليك بالكافرين، اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم ردنا والمسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اغن فقراء المسلمين، اللهم اغن فقراء المسلمين وشرور المسلمين وارحم موتى المسلمين، وامنا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا لرسولك حبا صادقا، اللهم ارزقنا لرسولك حبا صادقا، اللهم ارزقنا لرسولك حبا صادقا. اللهم عليك بمن هداه، اللهم عليك بمن هداه وتطاول عليه. اللهم ارنا فيهم جميعا عجائب قدرتك. اللهم اجعلهم آية للمعتبرين. اللهم اجعلهم سلفا للاولين والاخرين ومثلا يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.